بنحاول نعمل شبكة تناسب الـ100 مليون ويمكن 10 سنين جايين كمان. بس أنا هتوقف هنا عند حاجة وهتستغربوا أوي من الكلمة دي، بس تخيلوا أنا بحمي جسر الترعة بالطريق، مش كده يا كامل؟ أيوة فندم. تخيلوا يا سادة يا مصريين إن إحنا عشان نحمي الجسر ده والناس ما تبنيش عليه، اللي هو دي أرض دولة معمولة عشان الجسر ده، الجسر ده معمول عشان يحمي الترعة وما يترميش صرف في الترعة أو في المصرف، لو أنا مش كده يا دكتور مصطفى، أو مخلفات يعني، يوم اضطر إن أنا عشان أحمي الجسر ده هو اللي أعمله طريق، صح كده؟ أيوة. نخدم طريق ونحمي الجسر بتاعه اللي هو جسر أرض دولة، ده معناه إن إحنا كدولة المواطنين عندنا اللي من كتر ما الامور فكت مننا خلال السنين اللي فاتت، خلاص بقى اروح ابني عليه في ترعه في جسر المحموديه او محور المحموديه اللي بيتكلم فيه. لو المحور ده، المحور بتاع المحموديه ده ما كانش عليه اكتر من 1000 وحدة، 2000 وحدة، مش كده؟ اللي هو هشام أمنة موجود، مش كده؟ كم أنت كنت محافظ البحيرة، مش كده؟ كم على أرض مخالفة، أرض دولة، أي فندم، ودفعنا 700 مليون جنيه؟ تمام يا فندم، مش كده؟ أيوة فندم. يعني ما يخرج من 700 مليون جنيه تعويض إيه اجتماعي؟ قلنا عليه تعويض إيه؟ اجتماعي. يعني ايه؟ يعني رغم ان هو مخالف ودي مش ارضه، لكن قلنا لان احنا ما نقدرش نسيب الناس كده ونمشيها، فكان اللواء هشام كان موجود محافظ ساعتها، قال احنا محتاجين 700-800 مليون جنيه عشان اخلي المحور ده واعمل طريق يوصل من اسكندريه لغايه ابو حمص، حوالي 60-70 كيلو تقريبا، مش كده؟ ايوه فندم. مش كده يا كامل؟ ايوه فندم. انا توقفت هنا للموضوع ده، اتفضل استريح. اوامر. اتفضل. انا بس عايز اقول لكم ايه؟ لو ما كانش الكلام ده موجود، المخالفات دي، كان زمان المحور ده بسهوله اتعمل. اتعمل من سنه ونص فاتوا او سنتين. لكن لان انا بخش في اجراءات مع الناس واشوف هعوضهم ازاي وادبر لهم الاموال المطلوبه لهم، وبعدين نزيل وبعد كده نعمل المحور. في حتت ما قدرناش نعمل فيها كده، ما اعرفش الفريق كامل ما ذكرهاش يعني عشان العرض ما يطولش منه قوي، ان احنا اضطرينا لما لقينا الكثافه السكانيه في بعض الاماكن اكتر ان احنا نعمل ترعه، اسف، نعمل كوبري، مش كده يا كامل؟ ايوه فندم. على عشان مش من يبقى نحافظ على الترعه. ارجع تاني. ارجع. ونحافظ على الناس، صح كده؟ ارجع. مش كده يا كامل؟ اي فندم. انا بقول كده لكم ليه؟ عشان بس الناس تبقى منتبهه ان احنا مش المفروض ما نعملش كده تاني، والمفروض ان الدوله ما تسمحش بكده تاني. ما فيش محافظ يسمح ابدا بالتعدي على جسر ترعه او على حرم طريق خالص، لان ده حتى الموضوع الزراعي اللي بيتكلم عليه اتعمل سنه 59. لو ما كانش حصل تعدي على جسر الطريق او حرم الطريق، كان ممكن اول نعمل الطريق ده 5 و5 مش بنص التكلفة، بربع التكلفة. لكن احنا اضطرينا نكمل الصحراوي بالطريقة ديت عشان يخفف الضغط عن الزراعي، واضطرينا نخش في النبارية بالطريقة ديت عشان يخفف الضغط على الزراعي ويدي فرصة للدلتا اللي فيها كتلة سكانية كبيرة وزراعة كبيرة تقدر تتحرك كويس، واحمل جسر الترع. بقول الكلام ده لكم او للمسؤولين في المحافظات والمسؤولين في الدولة والمواطنين، الكلام ده لازم يا جماعة تخلي بالكم منه، ده انتوا بتأذوا نفسكم. دي تكاليف كبيرة جدا جدا بتتاخد من مال محدش بيجيب حاجة من جيبه. الحكومة ما بتجيبش الفلوس من، يعني دي فلوس بتاعت مصر، بتاعت الناس. فبدل ما اصرف على موضوع 1 مليار ولا 2، الاقي نفسي بصرف 5 و6،
مش كده يا جماعه؟ تمام يا فندم، اتفضل. وحياتك اللي حياتك بتوجه ليه دلوقتي، وحياتك وجهت بيه بصراحه من